أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. السلام عليك سيدي وعلى أولادك وعلى أخيك أبي الفضل العباس وعلى أختك المظلومة الحوراء زينب الكبرى. السلام عليك وعلى أصحابك الغر الميامين ورحمة الله وبركاته. قال تعالى في محكم كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: اذكروني أذكركم واشكروا لي. الله سبحانه وتعالى في هذه الآيتين، في هاتين، واذكروني ولا تكفرون، صدق الله العلي العظيم. هنا نقطتان نتوقف فيهما عند هاتين الآيتين. النقطة الأولى مما يتفق عليه علماء التربية والأساتذة في كل المجالات، وهذا أيضا ما يتفق عليه الكتاب في هذا المجال، المجال التربوي، يقولون أن عملية التكرار والممارسة المتعددة للمسائل وللأمور تؤدي إلى انطباع، وتؤدي إلى عملية ثبوت المعلومة عند المتلقي أو عند المستمع أو عند الطالب. هذه نقطة مما يتفق عليها كل علماء التربية ومدارسها. ولذلك فالأساتذة في المدرسة من أجل أن يحققوا هذا الهدف، تشاهد أن الأستاذ يبدأ بشرح الموضوع أو شرح المعلومة، ثم بعد ذلك يسأل من الطلبة، بعد ذلك يناقشهم، يطلب منهم التحضير لليوم المقبل، حينما يأتون في اليوم المقبل أيضا يسألهم، يوضح بعض المفاهيم، يشرح بعض النقاط الغامضة، إذا كانت هنالك أسئلة أيضا يجيب عليها. كل هذا من أجل أن يثبت المعلومة عند هذا المتلقي أو عند الطالب، حتى تكون هذه المعلومة معلومة واضحة المعالم. القرآن الكريم يؤكد على هذا. ماذا يقول سبحانه؟ وذكر فإن الذكرى تنفع. اختصر كل هذه العملية بهذه الآية، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يعني دائما اجعل الإنسان يتذكر الله سبحانه وتعالى. والغرض من هذا التذكر، هذا معنى إله، يعني يريد أن يكون الإنسان متواصلا مع القدرة المحدودة، اللامحدودة عفوا، وهي قدرة الإلهية. وإذا كان الإنسان حقا يعرف حقيقة الله ويعرف عظمة الله سبحانه وتعالى، ويعرف أن هنالك حساب، وكما تقول الآية في سلسلة طولها 70 ذراعا فاسلكوه، يقول بعض المفسرين أن هذه السلسلة احنا قد نسمع عنها، لكن لو علم الإنسان أن حلقة من حلقات هذه السلسلة، حلقة واحدة سقطت على جبال الأرض لأذابتها. جبال الأرض، صخورها، عظمتها، شموخها، هذه وحدة حلقة تذيبها، فكيف بهذا الجسد البسيط؟ كيف؟ والقرآن يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا أخرى. وهنا أيضا بعض الناس يتساءل، ليش الله يقول ما يقول بدلناهم العظام، بدلناهم اللحم، ليش الجلود؟ طبعا أنا ما أتطاول على علماء الطب وهي مو شغلتي، لكن أنا من خلال قراءتي يقول أن هذا الجلد فيه توجد بعض الخلايا حساسية، يعني لا تتحمل إلى درجة 40 أخصاها، بعد 40 تنسلخ، شوفها تنسلخ تروح. ولذلك فحينها لأنه يزداد بها الألم شديد جدا. فالله يقول بالنسبة لهؤلاء الكفار، كلما هذه راحت الجلود حتى تزداد عليهم عملية العذاب، يزداد عليهم الألم. الله سبحانه، شوف الاختيار الإلهي وعظمة القرآن وعظمة الرسالة. يعني النبي في ذاك الزمن كيف كان يعرف هذه المعلومة؟ مثلا كلما نضجت ما كلما نضج لحومهم، ليش ما قال؟
كلما نضجت هذه عظامهم وانسلخت قال لا جلود، لأن جلد من يصير عنده حرارة معينة بعد ما يتحمل يصير الألم شديد جدا، ما يقدر يتحرك بعد ما يقدر. ولذلك الله سبحانه وتعالى أقول فحينما الإنسان يتذكر الله ويكون مع الله ويعرف أن الله معه حقيقة، لا أتصور إنسان يقوم يتذكر القيامة والعذاب. ولذلك لما نجي نقول إن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه عندما دنا إلى المسجد تأخذه رعدة يصبح وجهه أصفر، قيل له يا أبا تذكر عظمة الله وعذاب الله، ولا تطع القرآن يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ما قيم لا قيمة له. دير بالكم يا الله ده ينصحنا يقول لا تتبع هؤلاء اللي انت تمشي وياه، اللي صادقة، اللي تقعد وتضحك وياه، اللي هذا دير بالك هذا أحيانا يخليك تغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ولا تطع من أغفلنا قلب من ما شوف المقاييس الإلهية غير مقاييسنا. احنا مقاييس كما سنلاحظ في أثناء الحديث في عملية التربية عند الله وعند الإسلام وعند القرآن وعند المدارس الأخرى. فلذلك القرآن يقول فذكر ذكر، فإن الذكرى تنفع بالمال، يغريك بالجنس، يغريك بالمنصب، بكل القضايا. ولكن حينما أنت تذكر بالله سبحانه وتعالى وتلفت نظر الإنسان إلى الله وهذا العذاب الذي سيكون من الله في سلسلة طولها 70 ذراع، أقول حلقة واحدة ما يتحملها جبال الأرض وصخورها، فكيف نحن نتحمل 70 ذراع؟ هذا الجسم البسيط اللي إذا توغز بدنبوس يتألم ويسخ. فالله سبحانه ولذلك الله يريد من عندنا، لاحظوا التربية عند هؤلاء دائما تؤكد القرآن باختصارها فذكر وذكر، فإن الذكرى، لأن هذا التذكير وهذه العملية في عملية التواصل مع الله سبحانه وتعالى ستجعل الإنسان ماذا دائما يخاف الله. أنت تمشي بالشارع قاعد عند سيارة وشرط مرور، إذا أشر لك وخالفت المعاد خاف وظل تفكر والغرامة والكذا. شلون الله سبحانه وتعالى هذا العالم القدير العظيم صاحب القدرة التي لا ليس لها حد، صاحب هذا الوجود، صاحب هذا العطاء، كيف يكون الإنسان سبحانه؟ ولذلك يقول ولا تطع، دير بالكم يا أيها المؤمنون يا ابناء يا الله يا خلق الله، لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. اللي تمشي وياه مو قاعد ضحك لك أو جاب لك أكلة أو فلان أو فلان ونسيت. ولذلك مع الأسف يعني إحنا في أغلب مناسباتنا من الصير خصوصا الأعراس الكذا تشوف القضية تنفرض حقيقة، لا الصلاة نسيت طبيعي، بعضهم قل له صلي يقول لك والله عيب بس الناس قاعدة وفلان. يا أخي شنو عيب؟ الله الله سبحانه وتعالى. واحد تقول لي يا أبا هذا صديقك مين؟ يقول مؤستحي عيب يعني هذا دائما يدعيني. شنو يدعيني؟ إبراهيم يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. أنت لو مع الله لو ما عندنا احنا مدرستين، لو مدرسة إلهية لو مدرسة غير الله سبحانه وتعالى. لاحظ كيف الله سبحانه. هذه نقطة الأولى، عملية التكرار وعملية التذكير وعملية صلى على محمد وآله. هذه قضية. القضية الأخرى طبعا على نحو الاختصار، احنا عندنا مدارس تربوية، الإسلام هنا يذكر هاي المدرسة، اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذه مدرسة الإسلام في التربية. كيف الآن راح نلاحظ عندنا المدارس حينما نستعرض على نحو الاختصار المدارس الأخرى، مثلا المدرسة الرأسمالية، المدرسة الرأسمالية الغرض عندها في التربية كسب المال. من أين جاء هذا المال؟ أنا أتذكر كان عندنا أستاذ يدرسنا في كلية الفقه في التربية هو خريج أمريكا، يقول يعني أنا مريت على المجتمع الأمريكي كان يدرس، يقول وجدت أن هذا المجتمع لا يهمه كيف من أين شلون هذا فلوس، المهم الثروة مالتك أن تبلغ الرصيد بالبنك، هذا هو العظمة اللي عنده. القضية من والمشكلة يقول أحيانا حينما مثلا أفرض يريد يقرض ناس عن طريق الربا، ذاك الشخص أحيانا يصير الوقت ما عنده، فهو بين أمرين، إما أن يضطر يبيع أغلى ما عنده، وإما أن يودع في السجن. هذا هم يتلذذ
المهم أنه هو يريد فلوس، يفكر بالمادة. أما هذا يتأدى، هذا ما عنده، هذا يروح شيء ما أنت أدفع. هذا 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 النموذج التربية عند الرأسمالية. الإنسان يقاس بثروته، إيش قد عندك فلوس، إيش قد رصيدك. ولذلك إحنا لما نستمع فلان عنده كذا هالقد، هذا الفلان التأل كذا اليهودي، ذاك الفلان السياسي، هذا الثروة عندهم، هذه هي أساس أساس الوجود الإنسان. هذا يقاس بثروته، بفلوسه، بأمواله، بالبنك الذي يمتلكه في سويسرا، ايش قد عنده في فلان فلان، هذا النوع. وما يهتم. وأنا تذكر مرة في التلفزيون في بريطاني طلعوا فد شاب عمره 17 سنة، زين، هذا الشاب أو هذا الرجل، عفوا شاب مو رجل، كان عمره 16-17 سنة، هذا طلعوه على أساس ملكيته بين 6 إلى 7 مليون جنيه استرليني، وقاعدين إلى جنب أمه وأبوه يفتخرون. من أين جاءت هذه 17 سنة؟ لا عنده مثل رصيد سابق، لا فلان، طلع 17، طلع له 6 إلى 7 ملايين في ظرف سنة أو أكثر أو أقل، فكان يتفاخر. من أين جمعها؟ لأنه كان يطرح البرامج الخلاعية في وسائل وسائل التواصل الاجتماعي. هو أول من طرح هذا، وبدأت تجيل الأموال عن طريق هذا. السؤال، هو حينما طرح هذا الطرح، هذه البرامج الشيطانية التي تجعل الإنسان يتحول حشاكم إلى حيوان، كم عائلة راح تفسد، كم بيت راح ينهدم، المجتمع وين يصل، مو مهم. المهم هو حقق ثروة قيمتها 6 ويشار له بالبنان، هذا طلع حلقة فلوس. هذا المقاييس عندهم، من أين جاءت، كيف جمعها، من كيف استحصل عليها، ما مهم. المهم أنه صار عنده ثروة، والأب والأم يفتخرون أن ابنه صار 16 سنة عمره 17 ويمتلك هذه الفلوس. لكن في المجتمع ينحل، المجتمع يفسد، عوائل تهدم، أطفال يشردون، وإحنا شايفين. يعني والله أنا بعض الأحيان في عدة، يعني كنت في مسؤولة في إجابة الأسئلة في مكتب سماحة السيد في بريطانيا، مرأة تشتكي تقول هذا زوجي 24 ساعة ساد الباب وقاعد على الانترنت وعلى الكمبيوتر، وكلها أفلام من الصبح لليل، أفلام لا يعرف عيونه صارت كذا، فلان فلان فلان، إلى متى؟ شو نسوي؟ قلت له شنو احنا؟ قبل عندنا شرطة الانتربول، يعني الدار ورا الناس. هاي حقائق موجودة. يا ما بنات، يا أم لا أولاد، يا ما عوائل، كلها انتهت بهذه فهو المهم أنه هو كيف استحصل على المال. حينما حصل على هذا صار المفخرة، هذا الأسلوب، هذا النموذج، هذه التربية على نحو الاختصار، وهنالك قضايا وكل واحد من عندنا يمكن يعرف هذه الأمور. عليكم السلام. تجي مثلا التربية عند الروس، عند الاتحاد السوفيتي سابقا، الغرض منها عملية تطبيق النظرية الاشتراكية. أنت لازم تطبق النظرية، وما لك حق تعترض. إيش قد ما عندك فلوس، قد ما عندك فلان، يأخذ هذه الأموال ينطوك أنت بمقدار ما تأكل تشرب. يعني هذا العامل واحد ما يشتغل واحد، بيعطوه بالتساوي على أساس تساوي، لكنه مو هذا الشخص اللي قدم. وأنت حينما لا يشاهد أنه يكرم بذاك الشكل، ما راح يكون طاقته بهذا الشيء اللي هو تتناسب هذه العقلية والفلان. هذا هو، أنت عندك بيتك، عندك أكلك كافي، الكل بيشترك في هذا. أما أنت صاحب، احنا نشوف، تشوف هذا الافراط والتفريط اللي موجود، لا ذولاك بهالشكل ولا هذولا بهالشكل. ومن يتعدى سابقا، ولذلك لما الناس قامت ضد الشيوعيه، لان حسوا انه هذا مجهود وعمل لا يقابل بشيء، وهم طبعا احساسهم الماده، فاذا هم ينتظرون اجر من الله ويوم قيامه وفلان، زين حينئذ يقول لك انا لا حصلت كذا ولا مالي كلها، ليش انا اعود هالشكل؟ ولذلك انتفضوا على الشيوعية وذهبت إلى مزبلة التاريخ. زين، هذه هم نموذج، هذا نموذج. نموذج درسته في تنزانيا، كنت أيضا وكيل هناك. هناك يقاس الإنسان بالتربية عندهم، يربى على أنه يكون هو عنده قد قطيع من البقر أو قطيع من الغنم. كل ما زاد القطيع من البقر أو من الغنم، هذا مقياس ودليل على أن هذا الإنسان هو الذي يقود المجتمع. هذا الإنسان هو مو بس يستعبد المجتمع، يذل المجتمع، لأن دولة ما عندهم أكل،
يعني انت تتصور بعضهم عمره كله ما يغسل، اذا هاي يدهن جسمه دهن لانه يتفطر، ما عنده فلوس، والدين من ياخذ من هذا الموجود اللي عنده؟ فهذا الانسان ما عنده شيء، وهذاك يملك القطيع، تشوف هذا منفوخ وهذا يعني مستكبر وهذا صاحب الوجود، وهذا حينما يدخل الى مكان كلهم ينفرجون ويوخرون عنه لان عنده، وهذاك الشخص ذليل حقير حافي القدمين لا يملك شيء. فقياسهم للقضية للإنسان في التربية بمقدار ما يمتلك هذا المقدار. لاحظوا شوف المجتمعات كيف. عندنا أحيانا في عالمنا اللي يسمى العالم الثالث عند الأحزاب والتشكيلات السياسية التربية إنما تكون بمقدار الطاعة وبمقدار الولاء. شقد ما أنت تكون مطيع وشقد ما أنت تكون موالي لهذا الحزب ولهذا الفائد ولفلان هو هذا المهم. ولذلك التربية هذا بالاتحاد الوطني كان هالشكل يدربون بالنقابات العمال هالشكل، أنت لازم تكون كل ما مو مهم ينسجن بواسطتك ذاك الشخص، تنكسر رقبته، عائلته، تقارير تكتب على أحيانا على أناس كذب لأنه يريد يبين ولاءه وطاعته ويريد يبين انقيادة لهذا الحزب حتى تصعد درجته يتحول من فلان إلى من رفيق إلى 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 رئيس فرقة ما كذا، هات اصطلاحات اللي سابقة. هذا المقياس عندهم، وإلا أن وعليه فما يهم حتى الله سبحانه وتعالى. وهنا حينما أقول من خلال تجربة، أنا أتذكر حينما كنت في إيران كنت مسؤول معسكرات الأسرى، كان أكو معسكر في كمب للضباط الطيارين، وطبعا الطيار بالاصطلاح العسكري العالمي يعتبر هذا مجرم حرب لان هذا يقتل الاف مؤلفه. على اي حال فجاء احد المبلغين يشكو يقول لي هذا كل ما انطب في الشكل يستعمل اسلوب واذلال وقضاء. فرحت للمعسكر اشوف وانا ادخل هم قاعد يلعبون كره قدم، فانا تعديت والضرب ضربني بالكره يعني الساعه عمدنا على ظهري، فالتفتت له قلت له شو يصير يعني تنتظر ثانيتين عن ما احنا نتعدى وبعدين؟ قال ايه احنا قاعد نلعب هكذا بشكل من يعني التهور والاستهزاء واللامبالاه. قلت له تعال تعال انت قاعد تلعب، اسالك سؤال، انت شنو؟ قال انا طيار درجه عقيد طيار عميد، عفوا عميد طيار. قلت انت لما كنت تطلع بالطياره كنت؟ قال انا اقوم بعمليه ضرب المدن المنشات ما يهمني. قلت زين فرضا انت لو طالع كم طلع لي حد الان؟ قال حوالي 350 400 طلعه انا طالع. لو كل طلعت تكاتل لك ذبانة واحدة 400 ذبانة، وأنا أعلم وشاهدت بعض المرات من يرجع هذا الطيار وما يضرب مثلا الهدف لاحق الطيارة أو المدافع فيفرغ، لازم يفرغ حمولته فيمر على قرى أو أرياف بحيث القرية كلها تتدمر. يعني أنت تتصور يعني 300 400 يعني آلاف مؤلفة كانوا. قالوا يعني شنو؟ قلت يعني شنو؟ أنت يعني تعتبر؟ قال أقول لك الصراحة لو أن السيد الرئيس اللعين المجرم هذا الجرب وحشاكم الجرذ الذي أخرج لو أمرني أن أضرب الكعبة وأهدمها أضربها وأهدمها ويبنوها وأروح مرة ثانية أهدمها 50 مرة تبنى وأنا أضربها هذا لي فخر وشرف. عجيب قلت له شكل زين هذا ممسوخ بعد شو تحاجي بعد شو تقول له لما الإنسان بهذا المستوى هكذا ولاء ولاء وطاعة يربى على هذا الولاء يربى على هذه الطاعة يربى على الانقياد يربى على الإذلال يربى على أن يكون عبدا لهذا إنسان لك هذا مثل هكذا الشكل. يجي واحد شخص أتذكر من الناس الطيبين إلى مسفري يدخل إلى إيران قلت له وين أولادك؟ قال شحكي لك وبدأ يبكي بكاء. قلت ليش تبكي؟ قال لما سفروني جابوني بعدين أولادي ما كانوا يا جابوهم واحد واحد فالأولاد كانوا من البعثيين ما يقبلون يجون يا الأبو قالوا لهم مالكم حق أبوكم راح تتروح. بعدين بالتوسل فلان قالوا لهم زين أكو الشرطة بأصوات بعاشة فلان يعيش الكذا الرئيح لي الله نقبلكم. شو هالتربية اللي ربنا لنا؟ يعني هذا يصبح ذليل وعبد يقول فبقوا هناك وأنا إجيت لوحدي. هذه التربية اللي كانت احنا وكلكم من فناد يعني ولا اريد نسرد من هذا القبيل قضايا عجيبة غريبة يعني بهذا المجال. ينقل احد الاسرى
يقول لي هذا أبويا، أبوه مزوج بنت الواحد، نسيب اختلف وياه على شيء يقول لا يسوى. وإذا أبويا يروح يكتب تقرير على هذا نسيبه يأخذوه ويعدموه وبنته تصبح أرملة وأطفاله يتامى في سبيل الله في شيء. لا يعني شنو هذا النوع هذا النوع؟ وكل احنا كنا ندري، يعني انا اذا انقل قضيه كل واحد عنده يمكن عشرات القضايا من هذا النموذج. ولا طاعه، انقياد، ذله، احتقار، ما يمكن ان يقول اي كلمه. هذا هو، هذه التربيه عند هذا. لا، التربيه بمعنى الانقياد والذله والطاعه. هسه طبعا المجتمعات الاخرى احنا لان وقت ما كنا نجي الى الطاعه، ان التربيه عند الاسلام شنو؟ خلينا نشوف التربيه عند الاسلام. التربيه اولا الله سبحانه وتعالى قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. أولا هي كيف الطاعة، ما هي وسائل الطاعة، ولماذا السؤال الثاني ما هي وسائل، ولماذا الطاعة عند الله مقبولة والأخرى أو الطاعات عند غير الإسلام أو عند غير الله غير مقبولة. سؤال يوجه يعني نقول أما وسائل الطاعة عند الله ذكرها الله سبحانه وتعالى في الآية اذكروني، يعني دائما ذكر مع الله حتى يكون ارتباطك الحقيقي مع هذه القوة التي لا تعرف الحد، القوة المطلقة، القوة الإلهية. اذكروني. والنقطة الثانية واشكروا لي ولا تكفروا، ذكر الله وشكر الله سبحانه وتعالى. وما أعظمهما عند الإنسان حينما يتذكر الله ويشكر الله وكأنه هذا ارتفع. فمعنى ذلك إذن هذه وسائل الطاعة. السؤال الثاني للإجابة عليه، لماذا طاعة الله مقبولة والطاعة الأخرى غير مقبولة؟ نقول واضح إذا الإنسان يستعرض، قلنا الطاعة عند الإنسان في كل المجتمعات، أما طاعة من أجل حيوان عند أكثر، أو طاعة من أجل ثروة عند أكثر، أو طاعة من أجل حزب، هو يعني طاعة إنسانية ذليلة لهذا الإنسان الحقير اللي هو مو أكثر منك، ويمكن هذا الإنسان اللي صاحب الثروة هو أقل ذكاء، أقل قدرة، أقل امتلاكا للأمور والمعرفة، وهذا الفقير ما لكنه ما عنده. أما الطاعة إلى الله سبحانه وتعالى بمعنى ماذا؟ أولا أن المطاع وهو الله قدرة ليس لها حد، قدرة مطلقة، يعني لا يوجد شيء يضاهي القوة الإلهية سبحانه وتعالى. النقطة الثانية في طاعة الله سبحانه وتعالى هي عملية اقتلاع، اقتلاع للإنسان من الأرض، اقتلاع للإنسان من الحيوانة، اقتلاع للإنسان من الذل، من الاستعباد، إلى الطاعة الإلهية العظيمة، القدرة التي ليس لها حد محدود. هنا أنا أتذكر هذا الإنسان إذا يعرف هذا المعنى القياد، أنت حر، تمشي حر، تطلع حر، تعبد حر، لأنك أنت مطيع لله، ما مطيع. بينما أنت حينما تطيع هذا الحزب أو فلان تخاف ينكتب عليك وتخاف. وكم من مشاهدنا في قاعة الخد اللي سوى بهم طلعهم وكلهم قتلهم. بينما أنت حينما تطيع، بالعكس كلما تطيع الله لأن شكرتم لأزيدنكم، الله يزيدك أكثر رفعة، مو يعني يزيدكم بس، بعضهم يقول يزيدنكم يعني الفلوس والأكل، لا، الزيادة عند الله بكل المعاني، زيادة في الاسم، زيادة في الرفعة، زيادة في الدرجة، زيادة في القدرة، زيادة في التفكير، زيادة. لأن ما قالها في شيء، يعني لأنه محدود ما يحدد، لأن هو مو محدود، هو مطلق. ولذلك من يتبع المطلق يكون بهذا المستوى، شكر الله بهذا المعنى، شكر الله. ولذلك لاحظوا مثلا، شوفوا الجماعة، الإنسان حينما يطيع الله سبحانه وتعالى كيف يرتفع. أنا أذكر هالقضية لسماحة السيد السيستاني عندما جاء للمعالجة في لندن، كنت أنا في خدمته دائما ويا بالسيارة وكذا، اختاروني أنا أكون في خدمته على أي حال. فكنا لاحظت هو من رجع مو بس كان عنده انسداد بالشرايين وكذا، حتى الدكتور كان يقول لو باقي بعد شهر أو شهرين كان يموت، يعني هذا الله يخلصه. أيضا كان عنده مشكلة بالعيون، إذا لاحظت عيونه كانت هاي. فكنا رايحين المستشفى هيومن هوسبيتال اسمها، رايحين هناك قاعدين، تأخر الدكتور، قعدونا في غرفة اللي ننتظر بها احتراما يعني خاصة. هاي سيد قاعد هنا، أنا قاعد في الناس جهة، سيد هذا سيبه سيد مرتضى، سيد جواد والآخرين وحميد، وكانوا حامل خبر راحوا على يشربون شاي وكذا. ف
فقاعدين سيد مرتضى قال له سيدنا الشيخ هو يحبه، قال له طبعا هو ويانا 24 ساعه مزاحمي فلان، قال له زين بس يريد يسوي لك دعوه، قال له خلي هذا شرف لي استغفر الله يعني هو يقول هذا خب. قال له زين بس شو يسوي لك اكل؟ لانه صدفه يوم اللي اجى انا نجف واهلي النجفيه بعد فمسوين كنا سبزي، فقالت لو تاخذ شوي للسيد من هذا وديته شوي. السيد فرح حتى قال انا اول يوم في لندن واكل اكله نجفيه يعني غريبه هاي. بس شنو شان؟ قال له سيدنا شو يسوي لك انت؟ شو اللوبيا توخرها واللحم توخرها الدسم توخرها زين شو راح تطبخ؟ لا تقبل مقله، لا تقبل شو اسمه مبهر، لا تقبل لحم، لا. شوفوا يا اخوان لاحظوا شوف المستوى. قال عجبا لكم والله بهالعباره يعني انا شوف فك عيونه، عجبا لكم اتاكلون الطعام للذه والله اني لا اكل الطعام الا لكي اتقوى به على شنو؟ مو صلاه او صوم، اتقوى به على تدريس على درس او تدريس او كتابه موضوع او خدمه للناس خدمه او رقم 20 صلاه او صوم. احنا وين؟ واحنا هذا عالم، هذا مو علي بن ابي طالب، هذا مو رسول الله، هذا تلميذ في مدرسه رسول الله، هذا الطالب في مدرسه علي بن ابي طالب. بالله عليكم شوفوا هذه الطاعه حينما تكون لله سبحانه وهو يمتلك ملايين الان ملايين، بحيث لما اجى وقال على اساس يريد يستقبل توني بلا او فلان قال انا ما ارضى فلان، اعترضوا الحكومه قالوا شنو انتم؟ احنا عندنا هنا امن القومي يسمى، هذا الرجل يمثل اكثر من 100 مليون بالعالم، احنا يجينا ملك ما عنده نص مليون، تعرفون بعض الدول الصغرى نسوي له استقبال ونقعد بداون ستريد ونسوي فلان، هذا مثل اذا صار باكر عليه شيء احنا شو نجاوب هؤلاء؟ ومو اتباعه مش عراقيين، اتباع عراقي ولبناني والماني وهندي من مختلف طبقات وشرائع، لكن هذا الرجل شوفه بهذه البساطه. والله يا جماعه تخجل حينما تعيش ويا ناس في اكلهم في شربهم، هذا حديث اخر ما اقدر اطول عليكم لانه ما والله كنت اتعجب اقول اذا هذا الرجل بهالمستوى شاع علي بن ابي طالب من كنا يقول اكتفى من دنياه بطمريه ومن عيشه بقرصيه، يعني مو عجيبه هذا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا، ولذلك احنا اتباعنا لاهل المدرسه وللامام الحسين مو اتباع اعمى، اتباع واقعي لان نعرف من هؤلاء. اللهم اجعلنا من اصحابهم ومن ان شاء الله المستشهدين بين يدي ولدهم الامام الحجه بن الحسن، صلوا على محمد وال محمد. طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما ومروعة تدعو ولا حامل لها والقلب محتدم وأدمعها دم، يا فاريا كبد الفلات بهوجل هيماء من طول السرى لا تسأم، قل عن لساني للنبي مبلغا صلى الله عليه وسلم خبرا به أحشاؤه تتضرم، يا جد أسواط العدا قد ألمت متني وشتمهم لحيدر أعظم، يا جد خلفنا حبيبك عاريا والصدر منهم رضرض ومهشم، يا
ماجد ذاب حشر رضيع من الظما وسقته عن ماء دماه الأسهم يا جد غيرت الشموس وجوهنا في السبي والأعداء ليست ترحم من رخصتكم يا جد إن يزيد يشتم والدي يا جدنا هذا المصاب الأعظم يا جد قوم هذا حسين مذبوح بهالشمس وعلى التربان مطروح يا جد ما تمحد وقف دونه ولا نغار غمض له عيونه يعالج بالشمس من خطف لونه شلون ابي اذني لابن امي لابن امي جيت بقلب هايم وعلى وجهه لقيت حسين نايم قعدت يمه وتولون شتاي انا لله وانا اليه راجعون هذا اليوم هو اليوم الرابع من شهر المحرم هذا اليوم كان بعض الخطباء رحم الله الماضين وحفظ الباقين يخصصون لذكر الحضراء زينب سلام الله عليها زينب ماكو مجلس ما تنذكر به لكن بما أن لأب الفضل يوم لمسلم يوم للأكبر حوراء زينب عليها السلام لها يوم ولدت العقيلة زينب في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة للهجرة ونزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يسميها زينب ومعنى زينب في اللغة الشجر أو الشجر الطيب الرائحة جدها النبي أبوها الوصي أمها سيدة النساء إخوتها الإمامان الشهيدان كيف لا تكون زينب عالمة كيف لا تكون زينب فقيهة يقولها الإمام زين العابدين هاي الشهادة من إمام عمة أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهم غير مفهمة يريد أن علمها إلهامي سلام الله عليها في الواقع ما أدري أي جانب من جوانب العقيلة أذكره في هذه العجالة أذكر فصاحتها وبلاغتها لها خطبة في الكوفة في سوق الصابة لها كلام في قصر الإمارة قصر الإمارة أكبر من مسجد الكوفة مرتين قعد ابن زياد لعنة الله عليه وجماعة حوله والسبايا أمامه فقام يسأل ابن زياد من هذا من هذه العقيلة زينب كانت منحازة عن النساء فقال ابن زياد من هذه المنحازة عن النساء ما أجابه أحد أعاد القول ثانيا ما أجابه ثالثا يقول السيد ابن طاووس أجابته إحدى إمائها قالت هذه زينب ابنة علي قال زينب الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم وأراح العباد والبلاد منكم فقامت الحوراء زينب كأنها لبؤة مجروحة قالت الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وطهرنا من الركس تطهيرا إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا اللعين أراد أن يذكرها بمصارع إخوتها حتى تنكسر وتبكي قال أرأيتي صنع الله بأخيك الحسين قالت ما رأيت إلا جميلا هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم فانظر لمن الفلج يومئذ ثكلتك أمك يا ابن مرجانا
ابن زياد يشوف نفسه أمير، ما حد يقدر يخاطبه باسمه، كله تقول له يا أمير. وإذا هاي المرأة تعير بأمه استشاط اللعين غضبا، قام أخذ سوطا من بعض شرطته وجعل يتخطى الرقاب. يا العلي والله يريد يضرب زينب عليها السلام. المجلس تحرك، واحد يقول للثاني معقولة زينب تنضرب قدامنا؟ أبوها أمير المؤمنين خليفة بالكوفة. لاحظ المجلس عمرو بن حريث، قام لحق ابن زياد همس في أذنه قل له ارجع كوفة تعرف تقلباتها. فقال له ابن زياد أما تراها كيف تجرأت علي؟ قال له لا تلمها، فقدت أعزتها وجلحماتها. رجع ابن زياد، لكن موالية زينب شافت ابن زياد شال السوط وإجه، باوعت يمنه باوعت يسره، تمنت لو أن أخاها العباس حاضر عندها تلك الساعة. لكن وين أبو فاضل؟ طريح على نهر العلقمي. صاحت أنا منين أنا منين أبو فاضل أجيب، أنا منين أبو فاضل أجيب، وراوي حال أخت الغريب. يقلها تعتبين يا زينب علي أنا وين راسي وين دي. موقفها في الشام زلزلت عروش الأمويين، تقول لليزيد فكت كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تنفو ذكرنا، إلى آخر خطبتها. اللعين يزيد، أذكر هذه الرواية وأسألكم الدعاء، اللعين يزيد لما جلب السبايا من الكوفة زين الشام 7 أيام، دعاية يزيد أن هؤلاء خوارج قطاع طرق، قتلنا رجالهم وجئنا بالنساء سبايا. هاي الرواية أذكرها وأسألك الدعاء. يقال أكو امرأة اسمها عفيفة العقيلية من أولاد عقيل بن أبي طالب، هاي كانت متزوجة بالمدينة، ضاقت عليها المعيشة بالمدينة فهاجرت للشام هي وزوجها، صار عندهم ولد، كبر هذا الولد، طلع بالشارع في يوم وصول السبايا شاف الناس واحد يعيد الثاني أيامك سعيدة، رجع إلى أمه قالها أمه عندي ثوب جديد، قالت نعم ما تصنع به؟ قالها أشوف الناس في فرح وسرور. قامت أمه غسلت رأسه ألبسته ثوبا، طلع هذا الطفل مشى شوية وإذا يشوف رؤوس على أطراف الرماح، وإذا يشوف نساء في المحامل، دنا من محمل وإذا فيه امرأة، قال السلام عليكم. قالت وعليك السلام بني ما تريد؟ قال من أي السبايا أنتم؟ أنتم منين؟ قالت نحن من سبايا المدينة. قالها المدائن كثيرة، قالت نحن من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله. قالها أنتم من المدينة؟ أسألك عن خالي الحسين في المدينة، أسألك عن خالي العباس في المدينة، وبعد أسألك عن خالتي فخر المخدرات زينب. قالت بني لعلك ابن عفيفة العقيلية؟ قال نعم. قالت إن كنت تسأل عن خالك الحسين ذاك رأسه على الرمح، وإلى جنبه رأس خالك العباس، وأنا زينب اللي يحجون عني. يحصل لك دمعة، هذا موسم الدمعة. أنا زينب اللي يحجون عني، سليت المصايب ما سلني، مصايب حسين الدوحنني. لما سمع هذا الطفل أخذ حجر ضرب رأسه، سالت الدماء. إجا الأمة قالها أمه قومي واستقبلي خالي الحسين. قالت لخالك الحسين بالشام؟ قال نعم. أقبلت أمه لما شافت صفقة بديه،
شقت ثوبها ويلي عليها ما تلام من شافت وليها وعلى يزيد ضحى بمجلسي يا الله اللهم صل على محمد بباب الحوائج زينة بباب الحوائج أم البنين عجل وليك الفرج في عافية أعتق رقابنا من النار نقضي حوائج المحتاجين من أوصانا بالدعاء اللهم اقضي حوائجهم بالنبي وآله المؤسسين احفظهم أخونا حج مكي فلوز حفظه حفظ أخواننا عياله حفظهم جميعا اجعل هذا المحل عام إلى روح المرحوم حج وهاب النوز وحج علي وأموات البعلوز جميعا وشيعة أمير المؤمنين وأم البنين الفاتحة مع الصلوات